أقول هذا وأذكركم بأن الإخوان هم أول من تحدث عن دفع الدية للشهداء، وتعرفون معنى دفع الدية. أقولها مرة أخرى، أقول هذا وأذكركم بأن الإخوان هم أول من تحدث عن دفع الدية للشهداء. هل نسيتم تصريحات محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة لقناة دريم؟ التسجيلات موجودة يا إخوان. أنا هنا أكرر التعهد بضمان حقوق الشهداء، التعهد بضمان حقوق الشهداء، عكس موقف الإخوان الذين طالبوهم بالتنازل عن حقوقهم مقابل الدية. موضوع حرق مقري الانتخابي بالدقي